بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 68. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله بارك فيك. هذه رسالة وصلتنا من المدينة المنورة من المستمع الكريم صلاح ألف باء، يقول في رسالته: ما هو الراجح من أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر، وهل هي أفضل الليالي على الإطلاق أم لا؟ وما هو رأيكم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ليلة القدر ليلة عظيمة نوه الله بشأنها في كتابه الكريم في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة شرفها الله عز وجل على غيرها، وأخبر أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، أي أفضل من العمل في أكثر من 83 عاما وزيادة أشهر، وهذا فضل عظيم. واختصها بإنزال القرآن فيها، ووصفها بأنها ليلة مباركة، وأنها يقدر فيها ما يجري في العام من الحوادث، وهذه مزايا عظيمة لهذه الليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلبا لليلة القدر، وهي أفضل الليالي، أنه لم يرد في ليلة من الليالي ما ورد في فضلها والتنويه بشأنها، فهي أفضل الليالي لما تشتمل عليه من هذه المزايا العظيمة. وهذا من رحمة الله تعالى لهذه الأمة وإحسانه إليها، حيث خصها بهذه الليلة العظيمة. وأما المفاضلة بينها وبين ليلة الإسراء، فبين يدي الآن سؤال وجوابه لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث سئل رحمه الله عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، فأجاب بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة. فحظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه في ليلة القدر، وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج، وإن كان لهم فيها أعظم حظ، لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيها لمن أسري به صلى الله عليه وسلم. هذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وللإمام علامة ابن القيم كلام في هذا الموضوع يوافق كلام شيخه، لأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل في حق الأمة. ومما يجب التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ليلة القدر من التعبد والتقرب إليه ما لم يشرعه في ليلة الإسراء. ليلة الإسراء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد فيها أو يخصها بقيام أو ذكر، وإنما كان يخص ليلة القدر لفضلها ومكانتها. وأيضا ليلة الإسراء لم يثبت في أي شهر هي، أو في أي ليلة من الشهر هي، مما يدل على أن العلم بها وتحديدها ليس لنا فيه مصلحة، خلاف ليلة القدر إن الله أخبر أنها في رمضان، لأن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل على أن ليلة القدر في شهر رمضان. وإن كانت لا تتعين في ليلة معينة من رمضان، إلا أنه يترجح
أنها في العشر الأواخر منه وفي ليلة 27 آكد، هي آكد الليالي عند الإمام أحمد وجماعة من الأئمة أن ليلة 27 من شهر رمضان هي أرجى ما يكون لليلة القدر، وللعلماء في تحريها اجتهادات ومذاهب، ولكن هي في شهر رمضان قطعا، فمن صام شهر رمضان وقام ما تيسر له من لياليه فلا شك أنها قد مرت به ليلة القدر، ولا شك أنه شهد ليلة القدر ويكتب له من الأجر بحسب نيته واجتهاده وتوفيق الله له. فليلة القدر لها ميزة لأنه شرع لنا فيها الاجتهاد في العبادة والدعاء والذكر وتحريها، بخلاف ليلة الإسراء هذه لم يطلب منا أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء من العبادات، وبهذا يظهر أن هؤلاء الذين يحتفلون في ليلة الإسراء والمعراج أنهم مبتدعة، جاءوا بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل كل سنة بمرور ليلة من الليالي يقول إن هذه هي ليلة الإسراء وليلة المعراج كما كان يفعله هؤلاء المخرفون المبتدعة الذين اتخذوا دينهم طقوسا ومناسبات بدعية وتركوا السنن وتركوا الشرائع الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يجب الانتباه له وبيانه للناس، وأن الله شرع لنا الاجتهاد في ليلة القدر وتحريها والتقرب إليه فيها كل سنة بخلاف ليلة الإسراء والمعراج، فلم يشرع لنا فيها أن نتحراها ولا أن نخصها بشيء، وأيضا هي لم تبين لنا في أي شهر أو في أي ليلة بخلاف ليلة القدر فإنها في رمضان بلا شك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. أيضا ضمن رسالته هذه الأسئلة، يقول: ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ وكم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ وهل هذا حديث صوموا تصحوا؟ أود أن أخذ السؤال جزئية جزئية. أما الحكمة من مشروعية الصيام، فالصيام فيه حكم عظيمة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أن الصيام سبب لحصول التقوى، والتقوى مزية عظيمة وهي جماع الخير، فالصائم يكتسب التقوى والصيام يجلب التقوى للعبد، في أنه إذا صام فإنه يتربى على العبادة ويتروض على المشقة وعلى ترك المألوف وعلى ترك الشهوات، وينتصر على نفسه الأمارة بالسوء ويبتعد عنه الشيطان إلى غير ذلك، وبهذا تحصل له التقوى، وهي فعل أوامر الله عز وجل وترك نواهيه طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. فهذا من أعظم المزايا، أن الصيام يسبب للعبد تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي جماع الخير وهي أم البر، وهي التي علق الله عليها خيرات كثيرة وكرر الأمر بها في كتابه وأثنى على أهلها ووعد عليها بالخير الكثير وأخبر أنه يحب المتقين. ومن فوائد الصيام أنه كما ذكرنا يربي الإنسان على ترك مألوفه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا: إنه ترك شهوته الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا فيه امتحان للصائم بأنه ترك شهواته وملذوذاته ومحبوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، آثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، وهذا أبلغ أنواع التعبد. هذا من فوائد أو من أعظم فوائد الصيام. وكذلك الصيام يعود الإنسان على الإحسان وعلى الشفقة على المحاويج والفقراء، لأنه إذا ذاق طعم الجوع وطعم العطش فإن ذلك يرقق قلبه ويلين شعوره لإخوانه المحتاجين. نعم، شكر الله لكم. وكم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات لأنه عاش في المدينة 10 سنوات، والصيام فرض في السنة الثانية منها، فيكون عليه الصلاة والسلام قد صام 9 رمضانات. نعم. وما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ معناه أنه يفسد صيام الحاجم الذي يمص الدم بالقرن والمحجم، ويفطر المحجوم الذي سحب منه الدم، فالاثنان أفطروا: الحاجم الذي استخرج الدم بواسطة آلته، والمحجوم الذي سحب منه هذا الدم. أما المحجوم فلخروج الدم الكثير منه، لذلك أفطر، لأنه سحب منه كمية من الدم، وهذه الكمية تضعفه وتضعف بدنه ولا يتحمل الصيام. والحاجم أفطر لأنه مظنة أن يتطاير
إلى حلقه شيء من الدم إذا مص القرن فإنه مظنة يتطاير إلى حلقه شيء من طعم الدم أو من الدم، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة، فأفطر الحاجم من أجل ذلك وسدا للذريعة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، بمعنى أن كل منهما فسد صيامه. يقول: وهل هذا حديث صحيح، صوموا تصحه؟ هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بعض كتب السنة وإن لم يكن سنده بالقوي، ومعناه صحيح أن الصيام فيه صحة للبدن لأنه يمنع الأخلاط التي تسبب الأمراض، وهذا المعنى يشهد به علماء الطب، والتجربة أكبر برهان على أن الصيام فيه صحة للأبدان. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من ليبيا من المستمعة الذي رمزت لاسمها برا ألف باء. تقول في رسالتها: إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز 70 تقريبا، وعليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه، وذلك لمرضه ثم وفاته رحمه الله، فما الذي يجب أن نفعله؟ أفيدونا مشكورين. أما من ناحية الصيام فإذا كان تركه من أجل المرض ولم يتمكن من قضائه حتى مات فلا شيء عليه لأنه معذور. أما إذا كان شفي بعد مرضه واستطاع القضاء ولكنه تكاسل وتركه حتى مات فهذا يجب الإطعام عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكين بنصف صاع من طعام البلد لكل مسكين عن كل يوم. أما مسألة الدين الذي عليه فهذا حق باق عليه لغريمه، فإن كان له تركة فإنه يجب تسديد هذا الدين من تركته وقضاء ما عليه من تركته، وإن لم يكن له تركة فينبغي لقريبه أو وليه أن يسدد عنه هذا الدين لتبرئة ذمته وفكه من رهان الدين، وكذلك ينبغي لمن علم بحاله من المسلمين ولو لم يكن من أقاربه أن يسدد عنه هذا الدين من باب الإحسان وتخليص المسلم من الدين. نعم. شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من سليم سعيد ميم نون من الرياض المملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: ما حكم من شك في طلوع الفجر؟ هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه، أم أنه يعمل بالشك؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تيقن طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب، وجب عليه الإمساك، وإذا لم يتيقن وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فالاحتياط له أن يمتنع عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات، قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه. فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب ما دام أنه يخاف أن الفجر قد طلع. نعم. شكر الله لكم. رسالته الثانية يقول فيها: لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، هل القبلة هنا حكمها عام للشيخ والشاب أم أنها خاصة للشيخ فقط، وما المقصود بالحديث بارك الله فيكم؟ نعم، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، والمراد بالقبلة معروفة، والمراد بالمباشرة المباشرة بغير الجماع التي هي اللمس مثلا وغير الجماع، أما الجماع فإنه يبطل الصيام بالنص والإجماع، المراد بالمباشرة هنا المباشرة التي ليس فيها جماع. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه كان عليه الصلاة والسلام مالكا لنفسه وعارفا بأحكام صيامه عليه الصلاة والسلام وما يؤثر عليه وما يفسده. أما غيره من الناس فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على مثل هذه الأمور، الإقدام على القبلة والإقدام على مباشرة المرأة باللمس وغيره، لأن ذلك مدعاه لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمانهم وعدم ضبطهم لأنفسهم. الأحسن للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته وما يخشى منه من إفساد صيامه، أن يتجنب هذه الأمور. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان ضابطا لنفسه، وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله وأخشاهم لله عليه الصلاة والسلام، فهو أدرى بما يحفظ صيامه عليه الصلاة والسلام. فغير الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لا يؤمن أو ضعيف الإيمان ينبغي له أن يحتاط وأن يبتعد
عن هذه الأمور في أثناء الصيام، لأنها قد تسبب عليه إفسادا لصيامه. نعم، شكر الله لكم. أيضا يسأل ويقول: تذوق الطعام من قبل المرأة وغيره هل يفسد الصوم؟ وما حكم مضغ العلك للصائم؟ أفيدوني جزاكم الله خير. لا بأس بذوق الطعام بالفم، ولا يبتلع شيء منه، فيذوقه في فمه ويلفظه، ولا يبتلع شيء من ذلك، يعني ابتلع شيئا من ذلك متعمدا فسد صيامه. أما مجرد أنه يذوقه بفمه ويلفظه، فالفم له حكم الخارج وليس هو من الجوف، فلا يؤثر هذا على صيامه، كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه، بشرط أن يمج الماء ويلفظ الماء من فمه. كذلك ذوق الطعام يلفظه ولا يتطعم به في حلقه أو يبتلعه. والعلك يكره للصائم. العلك على نوعين: العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم، هذا لا يجوز، لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد الصيام. أما العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب، هذا يكره للصائم. نعم، شكر الله لكم. أيضا يسأل عن التسوق في نهار رمضان. التسوق في نهار رمضان سنة مستحب، لأن السواك من السنن المتأكدة في الصيام وفي غيره، فيستحب للصائم أن يستاك في كل اليوم على الصحيح، ومن أفضل خصال الصائم السواك كما في الحديث، فيستحب للصائم أن يستاك في سائر اليوم. ومن العلماء من يرى أن الرخصة في السواك قبل الزوال، أما بعد الزوال فيمتنع من الاستياك، ويروى في هذا حديث لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت أنه يستاك في كل اليوم ولا يؤثر هذا على صيامه. لكن لا يبتلع شيء من مثلا فضلات السواك أو من الفضلات التي يثيرها السواك من لثته وأسنانه، يلفظ هذه الأشياء ولا يؤثر ذلك على صيامه، وينقي فمه بالمسواك ويطيبه بالمسواك ويزيل آثار المخلفات التي في فمه، هذا لا بأس به وهذا مستحب. نعم، شكر الله لكم. هذه رسالة من عماد سوري مقيم بالعراق، يقول في رسالته: هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر؟ ويقول: ما صحة الحديث القائل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في الصلاة بدون خوف أو سفر؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذه الحالة، لأنه صلاها في غير وقتها من غير عذر شرعي. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والعذر والجمع إنما يباح للعذر الشرعي كالمرض والسفر، وكذلك بين العشاءين للمطر والوحل والبرد الشديد، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين. أما أن يجمع من غير عذر هذا لا يجوز، ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك. الصلاة المجموعة في غير وقتها والمصلات في غير وقتها لا تصح، لأنه أخرجها عن وقتها من غير مبرر شرعي. أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. وأما الرواية التي ذكرها أو اللفظ الذي ذكره السائل فهذا غير وارد، أنه جمع من غير خوف ولا مرض، هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ذكر المرض في الحديث، وإنما ورد من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. وللعلماء عن هذا الحديث عدة أجوبة، منهم من توقف في معناه وقال إنه لا يظهر له معناه، توقف في هذا. ومن العلماء من حمله على الجمع الصوري، وهذا الذي أيده الشوكاني في نيل الأوطار. الجمع الصوري معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، ثم يصليهما جميعا، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، هذا جمع صوري، لكن كل صلاة صلها في وقتها، ليس جمعا حقيقيا، وإنما هو جمع صوري، أخر مثلا المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها وصلاهما جميعا، كذلك أخر مثلا الظهر إلى آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها، هذا يسمى الجمع الصوري، ليس جمعا حقيقيا، وهذا معنى صحيح وأيده الشوكاني وأيده غيره في معنى الحديث، أن المراد به الجمع الصوري. ومن العلماء من حمل الحديث وهو قوله من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر، بأن معنى ذلك أنه جمع للمرض، لأن الأعذار ثلاثة التي تبيح الجمع: إما الخوف وإما المطر وإما السفر وإما المرض. الأعذار أربعة: إما الخوف وإما المرض وإما السفر وإما المطر. فإذا كان ذكر
أنه من غير خوف ولا سفر أو من غير خوف ولا مطر، ما بقي إذن إلا المرض، فيكون صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض. فيباح للمريض أيضا أن يجمع إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. نعم، شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي نور على الدرب. نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل سليمان الحيدان، والسلام عليكم.